السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف تتطرق إلى شرح طريقة توصيل الإقلاع المباشر مع عكس اتجاه الدوران. يعني هذه الحلقة تأتيكم من دورة تعليم الكهرباء الصناعية، الحلقة السابعة أو الفيديو السابع من هذه الدورة. إذن بدون إطالة وجدنا هذا المخطط، نشرح هذا المخطط يعني بسرعة برك. يعني الحلقة الماضية درنا الإقلاع المباشر، كاين بزاف المتتبعين قال لك عطلت يعني أو طولت يعني في الحلقة، بصح يعني ما عندناش يعني الاختيار. إذن بدون إطالة باش ما نطولوش، إذن كما راكم تشوفوا هذه دارة التحكم، هذه دارة الاستطاعة. إذن من خلال هذا يعني خلال هذا المونتاج أو هذا المخطط يعني نقدروا ندوروا يعني المحرك الخاص بنا سواء إلى الجهة اليمنى أو إلى الجهة اليسرى، ب يعني انقلاب أو يعني نقلبه أو نبدله من سواء من الطور الأول والطور الثاني، نبدأ يعني من مخطط الاستطاعة. إذا كما راكم تشوفوا عندنا فاز أ فاز دو فاز تروا، كما راكم تشوفوا راحوا هذا المحرك، يعني هذو فاتوا من الكونتاكتور رقم واحد، يعني أو الكونتاكتور رقم واحد. عندنا الكونتاكتور رقم اثنين، هذا مثلا الاتجاه الاول، يعني كي يتسكر هذا الكونتاكتور الاتجاه الاول كي يتسكر الكونتاكتور الثاني الاتجاه الثاني. كيفاش؟ يعني يتبدل لو سونس، كما على بالكم كامل كي نبدلوا لي فاز او كي نغيروا في لي فاز او كي نقلبوا لي فاز، دائما يتبدل لو سونس د موتور او اتجاه دوران للمحرك. اذا لهنا درنا الاولى الثانيه والثالثه راحوا ديريكتومون المحرك، لهنا واش شوف واش درنا، يعني خلينا لفاز الثالثه هي كما راكم تشوفوا، جبنا لفاز الثانيه ديناها الى لفاز الاولى، يعني وهذه الاولى ولات الثانيه والثانيه ولات الاولى كما راكم تشوفوا. يعني هكذا كيشعل هذا يدور مثلا للجهه اليمنى، كي يطفى هذا يشعل هذا يدور الى الجهه اليسرى. اذا هذا كما راكم تشوفوا هذا المثلث، هذا سي الفيروياج او الامن، يعني كي يتشعل هذا هذا يطفى، كي يطفى هذا هذا يشعل، لان لو كان يشعلوا كيف كيف يسرى الكور سيركوي، فبالتالي درنا هذا لا سيكوريتي. اذا الان نروحوا الى مخطط التحكم، يعني مخطط التحكم هو الصح، حنا نطرقوا نشرحوا يعني بالدقه مخطط او مام المونتاج تاعنا تاع اليوم يكون على التحكم. يعني التحكم كاع عندهم مشاكل الناس، يعني هذا الاستطاعه او مخطط الاستطاعه سهل باش تكبله، اما هذا المخطط كاين بزاف اللي عندهم لي ديفيكولتي، يعني عندهم صعوبات ما يقدروش يعني يكابليو. اذا كما راكم تشوفوا جينا من الفيزيبل، عفوا هذا من رولي تيرميك، يعني خرجنا من الديجونكتور، عندنا الديجونكتور لهنا، عندنا لرولي تيرميك، عندنا لرولي تيرميك، عندنا كونتاكتورين او واحد واثنين كما راكم تشوفوا، عندنا لو بوتون الاس ا اللي هو هذا باللون الاحمر هو زر التوقيف، عندنا الاس 2 هو هذا باللون الاخضر، الاس 3 هذا هو، يعني هذا يديرنا مثلا دورا الى الجهه اليمنى، هذا مثلا الى الجهه اليسرى، يعني واحد واثنين نشغلوا من خلالهم يعني هذو. اذا نبداو كما راكم تشوفوا كي نضغطوا على الاس 2 يعني يقفل هذا السيركوي تولي دارة مقفولة، ومن بعد يعني تكسيتينا هاد لابوبين، كي تكسيتي هاد لابوبين أو تشغل هاد لابوبين، فبالتالي تغلقنا التماسات الخاصة بها كـ AMA كما راكم تشوفوا 13-14 لاستمرارية التغذية لهذا الملف، وأيضا إقفال هذا الـ AMA أو يعني التماسات الرئيسية لهذا الكونتاكتور، فبالتالي يفوت يعني الكهرباء منا، يعني يشغلنا السونس الاولاني. اذا حبينا يعني نوقفوا هذا السونس فنضغطوا على هذا المفتاح او هذا الزر الاس ا نفتحوا هذا السيركوي، فبالتالي يعني هذا يولي يفتحوا، هذا يولي يفتح، هذا يفتح، كما يعني تحصلوا على دارة مفتوحة، فبالتالي يعني توقفوا توقف المحرك الخاص بنا. اما السونس الثاني او اتجاه دوران الثاني
مثلا للجهة اليسرى نضغطوا على اس 3 اللي هو هذا، مثلا نعتبره هذا، يعني نقفلوا هذا السيركوي كما راكم تشوفوا، يفوت الكورون منها، يجي منها هكذا هكذا هكذا، يعني تكسيتينا هذا لابوبين. كي تكسيتينا هذا لابوبين واش يصرى؟ يفتحنا هذا، فبالتالي يعني اذا ضغطنا لهنا ولا ما نقدروش يعني نشغلوا الدوزيام سونس، يفتحنا عفوا يغلقنا لي كونتاكت الرئيسيه او التماسات الرئيسيه اللي هما هذا اللي كامنو، فبالتالي يفوت يعني التيار من هنا يلي مونتينا السونس الثاني او اتجاه دوران ثاني، ويغلقنا ايضا هذا باستمراريات يعني تغذيه لهذا الكونتاكتور. اذا حبينا نطفيو هذا يعني السونس ايضا ما علينا غير نضغطوا على الاس ا نفتحوا هذه الداره، فبالتالي هذو يوليو مفتوحين، هذا يولي مفتوح يعني تولي الداره مفتوحه. اذا بدون اطاله نروحوا نشوفوا طريقه التوصيل. نخليو هذا المخطط هنا باش نبداو نوصلوا. اذا جبنا يعني الطور من الديجونكتور او القطع الكهربائي، نروحوا الى 95 كما راكم تشوفوا لهنا، يعني الخرجه من الديجونكتور راحت الفيزيبل ورحنا ل 95 تاع الرولي الترميك بهذا الشكل. الان نخرجوا من 96 في الرولي الترميك، نسمو هذا باش يعني الان دخلنا نخرجوا ونروحوا الى لو بوتون اري او يعني الزر الايقاف الى رقم واحد كما راكم تشوفوا لهنا، الى رقم واحد في زر الايقاف. الان تبعوا معايا برك باش تفهموا برك هادو اللي خارجين. الان درنا هذا يعني هذا يعني جينا من الديجونكتور رحنا ل 95، خرجنا من 95 دخلنا ل 95 اللي هي هذه النقطة، خرجنا من 96 اللي هي هذه النقطة، خرجنا من 96 ورحنا الى كما راكم تشوفوا الى رقم 11 او واحد للاس ا باللون الاحمر او زر الايقاف كما راكم تشوفوا هنا زر الايقاف الى رقم واحد، هذا هو. نخليهم هكذا باش ما تخلطوكمش الحاله. دونك خرجنا من 96 رحنا الى الاس ا. الان نخرجوا من الاس ا وشوف وين يروحوا كابل. نخرجوا من الاس ا يعني من رقم 2، عندنا 4 خرجت من هذا يعني زر زر يعني الاغلاق، واحد يروح للاس 2 لا رونتري تاع الاس 2 او الدخله تاع الاس 2، الاخر يروح للمنتيل اس الكونتاكتور رقم واحد، الثاني يروح الى الاس 3 والاخير يروح الى الكونتاكتور رقم 3 الى المنتيا تاعو، يعني نورمالي اوبن يعني الكونتاكت اللي مفتوح في حالته العاديه. اذا كما راكم تشوفوا شوف هذه النقطه اللي درناها لهنا يعني في هذا الشيما، هذه هي شوف الخرجات كامل وراهم، عندنا الخرجه الاولانيه، عندنا الخرجه الاولانيه تروح الى زر تشغيل رقم واحد، عندنا الخرجه الثانيه تروح الى زر تشغيل رقم 2، عندنا الخرجه الثالثه تروح الى زر التشغيل عفوا الى الكونتاكتور رقم واحد الى رقم 13 او اللي هو المنتي يعني لهنا، يعني تجي بهذا الشكل. الان درنا كاع هذا السيركوي، بقينا غير هذا لاشيت لهنا من لهنا، يعني من دائما من الخرجه تاع البوتون اري الى يعني المنتيا للكونتاكتور رقم 2 للاتجاه يعني الثاني، درناها من باش يعني نوليو الى هذه الخرجه كيف كيف جات منا لهنا، انا شانتي منا حتى لهنا هو اللي قريب باش يعني ما نبيرديوش بالوقت الى اخره. اذا الان نديرو هذا نبداو من الاس 2 نخرجو نروحو الى يعني الخرجه رقم 14 في الكا ام ا اللي هي هذه الخرجة رقم 14 يعني الكونتاكت المنتيا او الكونتاكت اوكسيليير اوفر اوروبو الان او. دونك نخرجو منا، دونك عندنا المفتاح الاول يعني اللي يشغلنا يعني ولا نقدروا ايضا نروحوا ديريكتومون لابوبين كما راه في هذا الشيما، يعني هذه الخرجه تروح لابوبين ولا يعني لهنا نسيت باش نقول لكم
كي نخرجو منا، يعني نخرج منا ونخرج منا لازم نروح للكونتاكتور رقم واحد، يعني باش نديرو الفيروياج. دونك واش نديرو؟ نديرو هاد لاشينت، يعني من هاد 14 الى هذا، يعني اللي هو هاد الخيط نديروه منا. بعد نخرجو من هاد 14 نروحو اذا كما راكم تشوفوا رانا يعني خرجنا من الاس ان او البوطون مارش الاولاني او زر التشغيل، رحنا الى رقم 14. من رقم 14 درت هاد لاشينت الى يعني رقم 11 في الكا ام 2، يعني الكونتاكتور رقم 2. نروحو الان نرجعو الى البوبينا رقم 1 او الملف رقم 1، يدخل من هذه الجهه يعني باش نتبعو هذا السيركوي برك. ها اذا كما راكم تشوفوا يعني عندنا لاسورتي تاع مفتاح التشغيل او الخرجه تاعو، عندنا الخرجه تاع المانتيان او يعني استمراريه التغذيه، تمس استمراريه التغذيه جو كيف كيف، ودخلوا الى الكونتاكتور رقم 2 لهنا كما راكم تشوفوا كا ام 2، يعني الكونتاكت اللي مغلوق في حالته العاديه او ك اللي مغلوق في حالته العاديه. وخرجنا رحنا لابوبين رقم الكا ام، يعني البوبين تاع الكونتاكتور رقم 1، يعني الى هذا الكونتاكتور اللي نعتبروه رقم 1، يعني درنا الاولانيه البوبينه الاولانيه او الكا ام ان، يعني هذا بدلناه باسكو ما عندوش يعني النقاط المساعده المغلوقه او نورمالي كلوز كما يعني 1 و2، عنده برك 13 و14، فبالتالي نحيته وبدلته بهذا يعني الكونتاكتور يتشبه مع هذا. اذا يعني درنا كاع هذه، الان نديروا هذا يعني التوصيله حتى وين ندخلوا لهنا. عندنا الخرجه تاع الاس الاس 3 اللي هو هذا، يعني لو بوتون مارش الثاني او نقطه التشغيل الثانيه. عندنا لاسورتي تاع الكونتاكت الكونتاكتور يعني رقم 1 رقم 2 عفوا، يتلاقاو مع بعض باش يروحوا للكونتاكت فيرمي. اذا كما راكم تشوفوا يعني خرجنا من هذا الكونتاكت من هذا مفتاح التشغيل، وخرجنا من الكونتاكت او من تمس المفتوح للكونتاكتور رقم 2. الان يعني درنا هذه التوصيله هذه مع هذه، الان نخرجوا بهذا الخيط او بهذا لاشانت نروحوا الى هذا يعني الكونتاكت او التمس المغلوق في حالته العاديه باش نديروا الفيروياج او لا سيكوريتي تاع يعني هذا المونتاج. نحيو هذا الكاش هكذا يعني يجي لهذا الكونتاكت المغلوق في حالته العادية. عفوا، إذا كما راكم تشوفوا رانا رحنا إلى يعني دخلة تاع هذا الكونتاكت نورمالي كلوز في الكونتاكتور رقم 1. الآن نخرجو ونروحو إلى نورمالي عفوا إلى بوبينا أو كونتاكتور رقم 2 بهذا الشكل، يعني القطب الاول سواء الا ولا البي ولا الا ولا الاد كما راكم تشوفوا لهنا، يروح بهذا الشكل. الان بقنا يعني درنا هذا التوصيله من ناحيه لهنا، ومن بعد خرجنا رحنا الى نورمالي كلوز، خرجنا من نورمالي كلوز رحنا الى هذا البوبينة عفوا الى هذا البوبينة. نعم الان واش نديرو؟ صيد درنا لهم كاع هادو هاد التوصيلات، بقنا غير هذه يعني النتر، نخرجو من النتر من الديجونكتور او الحيادي من هنا كما راكم تشوفوا. خرجت زوج خيوط باللون الازرق، واحد يروح البوبينة الاولى والاخر يروح البوبينة الثانية، يعني بهذا الشكل يعني نسيرهم ونرجع لكم. اذا كما راكم تشوفوا لقد يعني وصلنا يعني خلصنا كاع
التفصيلات الخاصة بنا الآن، نشعلوا الديجونكتور، نسيو هل تمشي ولا ما تمشيش الدارة الكهربائية الخاصة بنا، كما قلنا يعني لي سيت ان ديماراج ديريكت دو سونس، يعني جوش دروات او عكس، يعني سيت ان ديماراج ديريكت او الاقلاع بالتوصيل المباشر مع عكس جهة الدوران. الان نشوفوا رانا شعلنا الديجونكتور الخاص بنا، الان نبداو نقولوا مثلا هذا هو يعني نشعلوا الاتجاه مثلا الجهه اليسرى او الجهه اليمنى وحده، الان نضغطوا على هذا الزر. اذا كما راكم تسمعوا هذا الصوت، كما راكم تشوفوا هذا الكونتاكتور شاعل، يعني نروحوا نسيو باش نشوفوا هذا الفيروياج اللي كلمتكم عليه، هذا هو يعني ما نقدروش نشعلوا هذا رقم 2 بما ان هذا يشتغل، نضغطوا اذا كما راكم تشوفوا ما يقدرش يشتغل. الان نطفيو كما راكم تشوفوا راه طفات، نعاود نشعلو. الان نشعلو هذا يعني السونس الثاني او اتجاه الدوران الثاني، كما راكم تشوفوا راه شاعل كما راكم تسمعوا وشفتوا هذا الكونتاكتور، نسيو باش نشعلو هذا الكونتاكتور رقم 2. إذا كما راكم تشوفوا ما نقدروش نشعلوه حتى وين نطفيو هذا، كما راكم تشوفوا نعاود نشعلوه نسيو توجور ما كانش نطفيوه. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح، إذا لديكم أي سؤال كتبونا في الكومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للحلقة القادمة إن شاء الله.